الجولة الصحفية عبر قناتكم شوف تيفي، أهلا بكم. غادي نبداوها من جريدة الصباح اللي كتبت في الصفحة الأولى ديالها أم عازبة رمت رضيعها حيا في ضاية الألفة، وفي تفاصيل ديال الخبر كتكتب باللي انتهت نهارها بفصول واحدة من أغرب قصص القضايا ديال التخلي على رضاع المولودين بطريقة غير شرعية، بعد ما توصلت الشرطة القضائية بالبيضاء على هوية الأم اللي رمات ولدها في ضاية بالولفة اللي جلس فيها ليلة الجمعة قبل ما يعثر عليه فاعل خير صباح نهار السبت، وهو في حالة مزرية وخيبة مال فيها اللون البشرة ديالو للزرقية بسبب البرد. تفاصيل كثيرة على هذا الخبر غادي تلقاوه في جريدة الصباح. غادي ننتقلوا لجريدة أخبار اليوم اللي كتبت حتى هي في الصفحة الأولى ديالها بن كيران مستعد للاستقالة إذا ظهرت مسؤوليتنا عن حادث طنطان، وفي تفاصيل ديال الخبر كتكتب موقف موتي وقبل ما يتعلن على نتائج التحقيق ديال حادث وفاة 35 شخص في حادث سيب طنطان، قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران البارح في افتتاح مجلس الحكومة باللي الحكومة غادي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الحادث باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال إلا تبينات مسؤولية أي وزيف أنه غادي يقدم استقالته، وإذا اقتضى الأمر أن يقدم رئيس الحكومة حتى هو استقالته ولا الحكومة كاملة. وأضاف هذه ماشي مزايدة ولكن أنا كنهضر تحت رقابة الله وجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي. تفاصيل كثير كالعادة غادي تلقاوها في جريدة أخبار اليوم. غادي ننتقلوا لجريدة المساء مشاهدينا اللي كتبت حتى هي في الصفحة الأولى ديالها الدولة تضخ لضغوط اللوبيات وتتخلى عن إغلاق بويا عمر، وفي تفاصيل الخبر كتقول برغم من الأرقام والنتائج الصادمة الخاصة بظروف إقامة المرضى النفسيين بضريح بويا عمر اللي كشفت عنها وزارة الصحة نهار الأربعاء وما اتخذتش هذه الأخيرة بناء على اللجنة ديال التنسيق متعددة القطاعات اللي كتضمن وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كذلك. قرر باش تغلق البلايص المخصصة لاستقبال المرضى واكتفت بين الحلول اللي طرحت لحل الملف بإحداث مركز طبي مستقل اجتماعي على المدى القريب. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في صحيفة المساء. غادي نختموا معكم مشاهدينا بجريدة الأحداث المغربية اللي خصصت ملف شامل على الخطر الإرهابي، وكتبت في الصفحة الأولى ديالها عبد الحق الخيام في لقاء حصري وخاص مع مجموعة الأحداث المغربية الخطر الإرهابي قائم والمشككون في صدقية عملنا قد يصبحون أول أهدافه. باش تقاو على هذا الملف الشامل غادي تلقاوه في جريدة الأحداث المغربية. من جريدة الأحداث المغربية مشاهدينا كنوصلوا معكم لنهاية الجولة الصحفية. السلام عليكم. ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تيفي ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آراءكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Miditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.